مساء الخير، أسعدتم مساء. باسمي وباسم قطاع المرأة نرحب بالضيوف الكرام والرفيقات والرفاق في المنبر التقدمي. يسعدنا اليوم وجود أستاذة فاطمة من نقابة بلكسيكو ضيفتنا لهذا اليوم. حاضرة كانت في ورشة في تونس عن موضوع الندوة وحبت تشاركنا. طبعا لا يفوت قطاع المرأة أن يحتفي بالأول من مايو عيد العمال العالمي بهذه الأمسية التي نستضيف فيها شخصيتين نقابيتين لامعتين في العمل الأهلي والنقابي. نشكر لهما قبول دعوتنا باستضافتهم في هذه المناسبة العالمية العزيزة علينا جميعا وهي عيد العمال العالمي، للتحدث بموضوع يهمنا جميعا ويلامسنا من قريب أو بعيد، وهو العنف الجندري الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية في يوم المرأة العالمي 2018 شعارا لها. دعونا نستمع وإياكم إلى النقابية الناشطة النسائية الأستاذة رباب الشهابي. طبعا لابد لنا من سرد جزء بسيط من سيرتها الذاتية الحافلة بالعمل التطوعي والنقابي بالرغم من ظروف عملها الصعبة وظروفها العائلية. طبعا اسمها رباب عبد الحسين الشهابي، المؤهل العلمي بكالوريوس محاسبة من جامعة البحرين، دبلوم ترجمة من جامعة البحرين، الوظيفة محاسب أول شركة الخليج لدرفات الألمنيوم، الحالة الاجتماعية متزوجة ولديها 4 أبناء بنتين وولدين، عضو جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية، عضو نقابة جارمكو أو جارمكو، عضو أمانة الطفل المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عضو نادي توست ماستر شركة جارمكو. طبعا الاهتمامات ناشطة نسوية واجتماعية مع المام بعمل الآليات الدولية التعاقدية بالأمم المتحدة، إدارة لقاءات وحلقات حوارية وجلسات تشاورية ومناقشة وطرح أوراق عمل بالمؤتمرات ذات الصلة، مهتمة بعلوم التنمية الذاتية وعلوم السلوك الإنساني وثقافات الشعوب اللي هو الـ NLP والزراعة المنزلية والطبخ الطبخ الشعبي. طبعا شاركت في عدد من الدورات المتخصصة والمؤتمرات داخل وخارج البحرين في مجالات عديدة من حقوق المرأة وحقوق العمالة المهاجرة والإعلام النقابي وإدارة وتصميم الحوار وآليات الرصد والمتابعة في مجال حقوق المرأة ضمن الاتفاقيات والشرعة الدولية. شاركت ضمن الوفد الأهلي لمناقشة التقرير الرسمي، التقرير الأهلي التقرير الرسمي صح الثالث لمملكة البحرين أمام لجنة السيداو في عام 2014 ضمن الوفد الأهلي في مقر الأمم المتحدة في جنيف. شاركت بمقالات صحفية في مجلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. طبعا أكيد أمنيتها وأمنيتنا أن يعم السلام والحب والوفرة في جميع أرجاء المعمورة وأن يتوصل العلم إلى علاج للأمراض الوراثية والمزمنة. طبعا بنعطي الفرصة تكلم لنا عن العنف اللي هو العنف الجندري، قد يكون يعني مثار تساؤل لدى الكثيرين أو يكون يعني مصطلح جديد، لأنه هو ما أعتقد أنه هو جديد، تناولت الكثير من اللي هو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الذي يمارس ضد المرأة. تفضل أستاذ رباب.
وسرور. مساكم الله بألف خير وسعادة وسرور. أولا يسعدني تواجدني معاكم، وشكرا إيمان على هذا التقديم الرائع. أول شيء أحب أتقدم بالشكر الجزيل إلى قطاع المرأة في المنبر التقدمي على هذه الاستضافة. حقيقة أخص بالذكر الأستاذة فهيمة درويش باعتبارها حريصة كل الحرص على أن تثار قضايا المرأة العاملة، وحرصها شديد أثناء تناول أو الدعوة إلى حضور أي فعالية أن يكون هذا التناول تناول إيجابي إلى تأثير على حقوق العاملات، وهذا شيء يشكر لها ويذكر لها. وأشكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الدعم والمساندة والتشجيع بالمشاركة. سبقتني الأخت إيمان بذكر بأن احنا حابين ننوه بأن هذا العنوان العنف الجندري في مواقع العمل أو في موقع العمل هو شعار اتخذته منظمة العمل الدولية في عام 2000 في يوم المرأة العالمي في عام 2018 للضغط باتجاه تحقيق منجزات ووضع مواد تحفظ للمرأة كرامتها في العمل. طبعا هذا شعار منظمة العمل الدولية، واحنا بعد ان شاء الله بنهاية هاي الأمسية راح اقترح شعار ممكن احنا نتخذه لحل بعض الإشكاليات الواردة اللي بنمر عليها وبنتطرق لها في الموضوع. طبعا راح أذكر منهجية الليلة الأمسية بتكون هي طرح إلى الأشياء اللي أنا وضعتها، لكن في المقابل بننتظر وبنسمح المجال نسمع آراءكم، ربما تتفقون ربما تخالفون ما نطرح وتضيفون آراءكم، وممكن يكون عندكم بعض الإضافات من واقع الحياة. يعني حرصت كل الحرص أن أذكر نقاط تناولتها اما الجرائد والصحف او حالات انا يعني كلمتهم شخصيا في المشاكل اللي يتعرضون اليها. فهذه بتكون احب يعني افتتح امسيتنا بعد بشيء جميل، يعني بحكم يعني اهتمامي يمكن بعلوم التنميه الذاتيه، ان اجتماع اي اشخاص على نيه واحده متفقين على نيه واحده يحقق الكثير. يمكن بعضكم اطلع على بعض الأمور المكتوبة حول قوة النية، قوة الثمانية في كتاب. فإحنا ما شاء الله حضور، حتى لو كان الحضور بسيط، ولكن أنا متأكدة تماما كما أني يعني كل كلمة كتبتها كانت عندي نية حاضرة واستحضرتها قبل لا أقف على المنصة أو أجلس على المنصة، أن كل كلمة تصدر في هذا الأمسية وفي هذه الليلة هي الهدف منها مساعدة المرأة العاملة وتحقيق واقع أجمل وبيئات عمل لائقة بالمرأة علشان تكون شريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية. فهذه نيتي وأنا أطلقتها أمامكم لأن متأكدة تماما أنكم عندكم نفس هذه النية. لابد من تمهيد إلى الموضوع، احنا نتكلم عن المرأة والعمل، لكن في شيء مهم ان نذكره هو العمل اللائق. مفهوم العمل اللائق هو مفهوم يعني طرحته النقابات العمالية كثيرا، منظمة العمل الدولية. العمل اللائق احنا جديرين بان نحظى ببيئة عمل لائقة، لان الانسان يمضي اكثر يومه اكثر من يعني ثلث يومه او اكثر في العمل. هذا العمل يتحول إلى كأنما بيت ثاني، علاقاتنا الاجتماعية في العمل تتحول إلى أسرة ثانية. لهذا إحنا مهم جدا أن نحرص أن تكون بيئات العمل لائقة وآمنة ومكان للترقي للاستفادة للإضافة للتعلم لمواجهة التحديات الإنتاجية للتطور. لكن إذا البيئة غير لائقة ممكن تكون بيئة مريضة أو غير صحية ما فيها الاحترام اللازم، هذه ما نتوقع منها أنها راح تبني أجيال تضيف إلى العطاء الإنساني أو تضيف قيمة للإنسان في مشروع الحضاري. ف
فمهم جدا هذا المفهوم، مفهوم العمل اللائق يرتبط حتى اليوم. بنتطرق الحين في النقاط بنشوف ان بيئة العمل اللائقة، توفير بيئة عمل صحية هو اساسا علاج الى مشكلة العنف الجندري. لما طرحت على نفسي سؤال، ليش انا اشتغل؟ ليش؟ لماذا اعمل؟ يمكن نختلف في الإجابة، لكن ما نختلف بأن المرأة أصبحت رقم في واقع العمل، وأصبحت شريك لا يستغنى عنه، وتمثل شريحة العاملات في المجتمع أكبر شريحة تقريبا. فأكثرنا عاملات بحكم أن احنا في البحرين سبقت الكثير من الدول في أن المرأة شاركت في التنمية الاقتصادية، وليها إسهام ملموس ومميز المرأة لما شاركت في سوق العمل. هل أعمل فقط لتأمين الجانب الاقتصادي؟ إيه، أنا أعمل للجانب الاقتصادي، لكن عندي أهداف ثانية تحققت أثناء عملي. ويمكن لو ينفتح المجال إلى الكثير منكم في إضافات حصلها من خلال العمل بجانب التأمين للجانب الاقتصادي، مثل صقل الشخصية، تطور، تبادل الخبرات، تدريب، تأهيل. فهذا العمل اللائق حق كفل لنا الدستور، وإحنا نتمتع بهذا الحق، ونتمنى أو نرجو أن إحنا نضيف إلى هذه الحق بيئة، أو يعني نحقق بيئة عمل ذات نمط راقي صحي. وهي طبعاً جاء نتيجة إلى ارتفاع مستوى التعليم. يعني اليوم مستوى التعليم المرأة عالي جدا، وكل عائلة وكل أسرة تحرص على، مو مثل أول، يعني الحين الأسر تجاوزت مسألة التعليم بالنسبة للمرأة، وأصبحت مستوى التعليم للمرأة هو نفسه الذي يحصل عليه الذكر تحصل عليه الأنثى، والكل يتنافس في مجال أن يكونون أبناء أو بناته ينالون أعلى مستويات التعليم. فطبيعيا بتأتي نتيجة العمل، بيأتي نتيجة طبيعية إلى ارتفاع مستوى التعليم للفتاة. الحاجة إلى الأمان، كل إنسان يحتاج إلى الأمان، لكن المرأة إليها خصوصية في هذا المجال، لأن هذا يعتبر من ضمن الحاجات الأساسية للمرأة. يعني المرأة لما ينتزع منها الأمان ممكن تتأثر سلبياً بدرجة أكبر من الرجل. فتعريض المرأة لأي نوع من المخاوف هذا غير جيد إلى صحتها ولا إنسانيتها. فلما نتطرق إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، العنف، وش هو العنف؟ العنف هو الإيذاء، هو عكس اللين، عكس الرفق. في كلمة جميلة، ما وضع الرفق على شيء إلا زانه. فلما ينتزع هذا الرفق واللين والعمل المرن، وتضع يعني نضع أي طرف تحت شدة إيذاء، أو يمكن ربما يصل إلى عداء، ممكن يكون أسلوب عدائي في توصيل حتى المعلومة، ممكن يكون لفظي، ممكن يكون بدني، ممكن يكون جنسي، ممكن يكون نفسي أو معنوي. في سياقنا الحالي في العنف الجندري في مواقع العمل، احنا راح نتطرق إلى ممارسات في العمل أثناء الدوام الرسمي من طرف ضد طرف آخر بهدف التسلط أو التهميش أو الترهيب، التخويف، التلويح بالعقوبة، ألوح أنا بفقدان العمل، الحاق ضرر اقتصادي بأن أنا أنهي عقد العمل إلى هذا الطرف، أو معنوي، ربما يكون بعد أحيانا لتحقيق أغراض شخصية أو سلوك في هذا الإنسان عنده مشكلة مع نفسه أو بسبب التنشئة الاجتماعية. وأحيانا يلجأ إلى يستخدم أسلوب التحقير. أيضا أطراف العمل عدة، هو متكون من رب العمل والعامل، لكن هناك قوانين ناظمة للعمل، هناك قوانين تحفظ للعامل حقه وتحفظ لرب العمل حقه.
وفي ظروف ومعايير اللي أطلقنا عليه بيئة العمل الصحية علشان العمل المنجز يكون عمل صحيح وبإتقان، يتطلب توفر بيئة عمل فيها تتوافر شروط السلامة وشروط الأمن وشروط الاحترام والصحة. في معايير عمل أيضا من ضمنها هو الوصف الوظيفي. أنا لما أوقع عقد عمل أستلم أعرف ما هي وظيفتي تحديدا، وحتى لو كان في إطار أحيانا مرن يعني يطلب من العامل أمور، لكن يجب أن لا تخرج عن الإطار العام للمسمى الوظيفي والوصف الوظيفي لدى العامل. هذه احنا نتكلم عن بيئة عمل مثالية، ان كل شيء واضح ومحدد بالنسبة لجميع اطراف العمل. لكن بنتطرق الى واقع ربما يكون احيانا مخالف الى هذا الواقع. ففي حالة العنف او في حالة الإذاء هو استعمال غير قانوني، لان قلنا قانون، في قانون يحكم العلاقة، اي عنف هو خارج عن اطار القانون وغير إنساني، غير قيمي. القيم الإنسانية أو الأخلاق الإنسانية تحتم على الإنسان احترام كل طرف إلى الآخر، يفترض هذا في أفضل الحالة. لكن هناك استخدام للحق بطريقة تعسفية، مثلا من طرف قوي على طرف ضعيف. أحيانا تصنف للأسف يعني المرأة بأنها طرف أو حلقة أضعف من الآخرين. آثاره احنا اتطرقنا، آثاره نفسية وجسدية ممكن تكون مدمرة، ممكن تخضع العاملة إلى علاجات بسبب الضغط النفسي، مرهقة وقاسية ومكلفة لأن العلاج مو مجان، وممكن أن تمنع الإنسان في أقل، لو قللنا من مثلا في أقل الحالات ممكن هي تصير نقول احنا تنغيص للحياة، ممكن تنغص حياة العاملة بحيث انها ما تستمتع بجودة الحياة، عندها قلق، عندها أرق، عندها شيء مخيف. يعني تصوري انت بتنام، بينام الشخص او الموظف او الموظفة على اساس يستيقظ صباحا الى بيئة عمل غير صحية، فما وش تتصورون؟ هل بينال قسط الراحة حالة حال اي انسان سوي وطبيعي؟ ممكن يأثر عليه أنه ما يقدر ينام، فهذا يحتم علينا يعني هذا الكلام. لأن أولا بعد في تأثر للإنتاجية، يتوقع مني رب العمل إنتاجية، أحقق سقوف معينة من الإنتاج ما بقدر أحققها إذا كنت تحت يعني ضغط أو ابتزاز أو أي نوع من الترهيب أو العنف. ممكن يدفع أحيانا إلى التغيب عن العمل، ما أقدر أحضر العمل، خوف، قلق. الواجب الإنساني يحمل الجميع مسؤولية الإسهام في الحد من ظاهرة العنف أيا كانت وبأي شكل، هذا واجبنا جميعا يعني. وأعتقد أن هذه المنصة اليوم تحمل هذه النية، أن احنا نحد من آثار هذا الشيء أو نقلل من وجود هذه الظاهرة، وإن شاء الله ما تكون يعني فعلا ظاهرة في مجتمعنا، لأن بعد تتفاوت المجتمعات في العنف، وجود العنف الجندري. بعدين بنسمع مداخلة الأخت فاطمة من تجربتها من باقي الدول العربية. أسباب العنف هي العلاقة غير متكافئة الأطراف، في قلنا أطراف العمل هي غير متكافئة، في عدم توازن فيما بينهم، في ربما رب عمل متسلط أو ربما زملاء، أو يمكن في خلل في المعادلة. احنا قلنا حطينا معادلة مثالية، في خلل ما في مكان ما، ممكن احيانا يمكن التكلفة الموظف او شيء تضع، ربما رب العمل يعطي نفسه صلاحية انه يرهب او يعنف الموظفة بسبب انه اقتصاديا مكلف وهو بيحقق. طبعا نعرف ان اي صاحب عمل هو يرغب في تحقيق ربح. وأسباب ثانية بعد يمكن إحنا في أثناء السياق نتطرق إليها، في عندنا أسباب عديدة منها غياب القوانين الرادعة وغياب الشفافية في مواقع العمل. خلنا نأخذ الحين أشياء يعني أمثلة، أنا بروح لبعض الأمثلة بس الأخت إيمان تنبهني إذا
قبل لا أتجاوز الوقت علشان نروح إلى نقاط أخرى. يعني في أشكال ومصاديق لكن ما نبغيها تستغرق الوقت كله بحيث إن إحنا نسمع بعد. طبعا كل النقاط حرصت إنها تكون من واقع الحياة، يعني أخذتها من عند تجارب أصحاب تجارب. مثلا قضية طرحت حتى في الجرائد هي قضية التحرش الجنسي أثناء في قطاع التجزئة. تعرفون في المحلات يضطرون إلى تناول من المخزن، ممكن الموظفة أو العاملة تتناول بعض الأشياء من المخزن. فحدث إلى موظفة وهي مواطنة بعد أن أثناء المناولة من المخزن يتم تحسس بعض المناطق من الجسد من قبل مشرف النوة، يعني هو مسؤولها في العمل مشرفها، فيتعمد أثناء المناولة إنه ممكن أول مرة ممكن يكون واحد مثلا يعتقد أنها بالخطأ أو بس لين الموظفة أدركت بأن هذا التحسس ما كان عشوائي كان مقصود. وطبعا ضحت بوظيفتها، تم الاستغناء عنها عندما يعني صرحت بالموضوع وتكلمت. بس هذا الشيء ساعد في وضع بعض الضوابط. فدائما يعني ممكن يكون إنسان ضحى لكن هو يحمي الآخرين لما يعلن وما يصمت. مشكلة أنه في كثير من الصمت على بعض الأمور. في التلويح بالإنهاء عقد العمل، هذا نوع من العنف الاقتصادي يسمونه، هو التلويح بإنهاء عقد العمل. أنا راح أنهي عقدش لأي، يستخدم هذا الشيء كأنما سيف مسلط علي إن أنا لما ما أمشي حسب المطلوب تماما حتى وإن خالف قانون العمل أو ممكن يكون أفقد وظيفتي. في الرواتب المتدنية وأنا ما بتكلم إليها لأن بترك المجال إلى النموذج اللي راح نطرح الليلة. الضغط النفسي من خلال استغلال الحاجة إلى العمل بتقديم بعض التنازلات، يعني ممكن أتنازل عن جزء من حقوقي في مقابل أني أستمر في العمل، فيكون هذا الشيء بسبب الضغط. بعد مخالفة الوصف الوظيفي، طلب أداء أعمال لا تمت إلى الوظيفة بصلة، مثل هي حدثت بعد وكتبت عنها الجرائد، الموظفة اللي كانت تعمل في قطاع الأنسجة والملابس كانت تقوم بتغسل سيارة المدير بشكل يومي، فتم ملاحظة هذا الشيء رصده من قبل الطرف. عندما سئلت هذه البنت الفتاة ليش تغسلين السيارة، هذا مو شغلش، فأجابت بأنه إيش طبعا لقمة العيش، أنا أخاف من هذا المدير أخاف منه ممكن يفنشني وأنا أعمل لي حاجة ماسة. فسكتت صمتت، يوميا هي تغسل سيارة المشرف عليها. انكتب هذا طبعا. انتزاع الحقوق والمنصوص عليها قانونا، يعني بطرق شتى. مثلا يعني ذكرت لي واحدة أن تم مساومتها لما هي تعمل وزوجها في نفس المكان، فتم طلب منها أنها تتنازل عن بعض العلاوات مقابل أنهم يبقون عليهم اثنينهم في العمل. فيحدث أنه أوكي المرأة هي تكون تقول أوكي أنه يعني خلنا نستمر ونتنازل عن العلاوة بحيث أنها تضمن لزوجها استمرارية العلاوة. العمل لساعات طويلة ودون استراحات ودون توفر مساحات شخصية، يعني حتى مكان ما في، ممنوع حتى الجلوس أثناء الدوام. يعني ذكرت لي واحدة أنها يعني كيس شافتها، يعني حالة أمامها أنها تضطر العاملة إلى أن تقلب الله يعزكم سلة الوسخ وتحولها إلى كرسي لأن يصيرها أعياء، يصيرها تعب طول اليوم واقفة، يعني ممنوع أنها تجلس أو ما توفر لها مساحة تخصص لها مساحة أنها تجلس على الأقل وقت اللي ما يكون. يعني غياب الضمان الاجتماعي، التقيت بموظفة بحرينية بعد تقول 11 سنة تشتغل أو 13 سنة بدون تأمين، ف
تصور يعني بعد سنتين المفروض تحصل تقاعد، تقدر في القطاع الخاص يحق لها التقاعد. ف15 سنة هي الحين بتنهي ال15 سنة بدون ما يكون عندها تأمين ضمان اجتماعي، يعني بمجرد أنها تنهي عقد العمل تنتهي، ينتهي عندها الدخل. هذا يعتبر، هل يعتبر عنف أو لا؟ هو عنف يعني، أي كثر بيكلف رب العمل التأمين، خصوصا إذا الرواتب قليلة، ترى تكلفتها بسيطة لكن يحفظ العاملة كرامتها في مع تقدم العمر. عدم التمتع بالإجازات الرسمية بدون تعويض، أو إذا حبت تطلع إجازة يكون بدون تعويض مادي. العمل في العطل الرسمية، ترى الكثير يعملون في المكاتب في العطل الرسمية، إن مثلا إذا عطلة العيد 3 أيام هي تعمل، هي تأخذ إجازة يوم واحد فقط. ولما تسألينهم تكلموا وتحركوا وشكلوا نقابات، يقول ليش ما بيسوون لنا شيء. مشكلة فيه بعد إنهم كله فقد أمل، إنه وش بيسوون، بيفنشوننا، ممكن يبون بدالنا أجانب إذا إحنا تكلمنا. فإحنا ليش على الأقل يعني الحين نشتغل أحسن من إحنا ما نشتغل. وجامعيات يعني بعضهم كنت تعرفون يعني قضية خريجين علم الاجتماع، يعني يعملون سكرتيرات أو استقبال، موظفات استقبال في مكاتب صغيرة. عقود مؤقتة، هذا نوع من التعسف، لأن عقود مؤقتة ما تقدر تخطط ولا لشيء في الحياة. عقود مؤقتة تعرض للتسريح في أي وقت، مثل عندنا احنا قائمة 19-12 اللي تم الاستغناء عنه، ولا زال الاتحاد يضغط باتجاه حل مشكلته. مثلا منها الاقتصار على توظيف الإناث في وظائف معينة، فقط السكرتارية مثلا للبنات وظائف بس سكرتارية، أو فقط تدريس، أو فقط تمريض، يعني حصرهم رغم أنهم في التخصصات الجامعية متاح أكثر من تخصص، لكن في التوظيف يقتصر على نوع معين من الوظائف، واستثناءهم من بعض المناصب الإشرافية والمناصب الإدارية العليا، يعني ممكن يقبلونها لكن في وظيفة محددة معينة، يعني نمط معين إلى التوظيف. بينما مجالات التعليم الجامعي مفتوحة كلها إلى البنات، لكن في التوظيف لا. وتعرفون السبب ليش تستثنى النساء، سبب الحمل والولادة، هذا أكبر سبب إلى استثناء المرأة من المناصب ومن الكثير من الأشياء اللي بنوردها، حتى حقها في التمتع بالتدريب الخارجي، والكثير منها بسبب أن المرأة عندها التزام أسري أو اتجاه يعني عندها الحمل والولادة. العلاوات غير المتكافئة، يمكن تعرفون أن العلاوات للذكر ممكن تختلف عن الإناث في المواكب العمل، النساء أقل من الرجال. وطبعا تقليص فرص التدريب المهني والخارجي، ثبات الراتب بدون زيادات البعض عنده، هاي طبعا الرجل والمرأة، ممكن بعض الشركات ما تعطي زيادات بشكل منتظم. انتقاص من المنافع، ممكن يتأثر يتسحب بعض المنافع من الموظف أو الموظفة. قلنا بعد احنا احيانا الايماءات، يعني في احيانا تحرش مباشر، في احيانا بس تلميحات، ايماءات معينه او ايماءات بالفاظ تحمل في طياتها اعتداءات لفظيه جنسيه. البعض يخضع الى هذا الشيء، ممكن حتى يقولون احيانا بعض حسب الدراسات ان احيانا مو من رب العمل، طبيعه الوظيفه هي تحتك مع مثلا الناس من برا في البيع او نقاط البيع او خدمه الزبائن، فتتعرض الى بعض الالفاظ الغير جيده. النظرات المتفحصه لبعض المناطق من جسد الانثى، يعني العميل او المتعامل مع اول ما يتعامل مثلا يركز على مناطق معينه، فهذا يسبب ايذاء او خدش للحياه المراه، يعني اذا هي مو راضية يعني طبعا، فهذا يسبب لها بعض الحرج إذا هي كانت تعمل في الصفوف مثلا خدمة الزبائن. تأخير رواتب البعض، كثرة الانتقادات الشخصية أو التعنيف الزائد على مثلا أي خطأ يصير تعنيف. ممكن أحيانا الضغط بمكالمة هاتفية مثلا يزفها الزف في التلفون مثلا،
فيسبب لها احراج او ممكن يكون امام. يعني المشكله مثلا تكون ممكن حلها، اي انسان معرض سواء كان رجل او امراه معرض للخطا في العمل، لكن ما يستحق هذا التشنيع وهذا التهويل في ان الكل لازم يعرف اني اخطات. بينما لو مثلا زميلي رجل ما يتعرض الى نفس هذا التلويم والعقاب الشديد مثلا، هي كلها في يعني وهذا للاسف يعزز لدى المراه يعني نفسها تقوم بعدين تتقبل هذا الواقع بانها اقل يمكن ذكاء او اقل اداء من الرجل. وهي فعلا بعض الدراسات راحت سوت مسح، احيانا بعض النساء يعتقدون ان المراه اقل ذكاء من الرجل، مع ان قوائم المتفوقين سنويا متفوقات، يعني قوائم المتخرجين والمتخرجات يبين ان اداء المراه الاكاديمي مرتفع جدا، ومعروف ان المراه في العمل دقيقه جدا يعني تقوم باداء اعمال فوق ما يطلب منها. يعني مو يعني هاي مو تقليل من شأن الرجال، هذه دراسات أثبتت هالشي إنها حريصة على عملها بحيث لازم شوية تزيد يعني من الأداء، مو نفس يعني قد بقد خلنا نقول ما يطلب منها، تحب إنها تعمل أزيد، عندها استعداد إنها تتعاون في أكثر، لكن في المقابل إن التوبيخ يصير لها في حالة الخطأ أكثر يكون عليها. مثلا في يسمونها في 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 ضغط على قولتهم ضغط الجماعات يسمونها، في احيانا مثلا في بعض القطاعات يصير هي مثلا قطاعات عمل المدراء يكونون من فصيل واحد، خلينا نقول من جنسيه معينه او شيء، فكلهم يكونون يقدرون يضغطون ضد مثلا البحريني، يعني مثلا ممكن هذا يعني لو كان أجنبي، يعني ما مو ضد أجانب، بس مثلا في جنسيات معينة يثبتون إن مثلا البحريني أقل ذكاء أو أقل عملا وأداء وإنتاجية من غير البحريني، وهذا مو صحيح، هذا تعميم خاطئ، وللأسف إن أثر كثير يقتنعون بهذا الكلام. لما تدخلين في سوق العمل تعرفين مثلا لو في تدني مثلا لأداء البحريني ممكن يكون متدني مثلا أداء، لكن هناك أسباب مثلا يمكن هو عدم رغبة، أو ممكن في من كل يعني ما في أصابعنا سوا، مو معناه أن ضعف أداء عن طرف يعني تعميم على كل الناس أنهم عندهم وفر لي بيئة وراتب مجزي أو مثلا راتب يعني يحفظ لك حياة كريمة، بتشوف أحرص الناس على العمل، بتشوفه يتحمل ضغوط العمل لأنه توفر إليه بيئة صحيحة وأجر مجزي فبيتحمل ضغوط العمل. في كثير من العاملات أو الموظفات يتسرحون في أثناء إجازة الوضع للأسف، القانون يجرم يعني لا ما هذا ضد القانون، مخالف للقانون انه يتم الاستغناء عن المرأة والموظفة اثناء اجازة الوضع. ممكن مثلا تتنازل عن ساعات الرضاعة، تساوم في ساعات الرضاعة، ممكن تتنازل عنها ما تاخذها او تاخذ اقل او من غير ما حد يدري، هي موافقة لان تبي حفظ الى شغلها. وايد كثير بس ما يتكلمون، أكثرهم ما يتكلمون، أو حتى لما يتكلمون يقولون مع عدم ذكر في الاستبانات كله يقولون ما نذكر أسماء ولا موقع عمل عشان عدم التضرر، خوف يعني من التضرر. غياب المساواة في الأجر، تعرفون أن في بعض الأماكن نفس المسمى الوظيفي الأجر مو متكافئ، المرأة أقل من الرجل. تعرفون أن أثناء مقابلة التوظيف ممكن تسأل المرأة عن خططها في الحمل، يعني هذا أنا حدث لي شخصيا، يعني أثناء مقابلة عمل سألت هل عندش خطة يعني للحمل، وطبعا بحكم لنا إحنا يعني كلنا نبي نشتغل ونخاف ما يشغلونا نقول لا مع أن هذا حق، يعني ما هل هو مثلا اللي سألني يقبل على زوجته نفس السؤال، أو مثلا لو حدث إن زوجته حملت يقبل إن رب العمل يعاقبها، أو يسألونها في المقابلة ويكون معيار توظيفها إن تكون تقول لا ما عندي خطط حمل.
يعني فهذا مؤلم. هذا برا لو كان برا يعني يمكن يجرم هذا العمل، لكن احنا هني يعني يجوز لصاحب العمل سؤال أسئلة يعني شخصية يمكن حتى يعني في الزواج وفي الأمور، يعني ما أدري يعني تراقب كأن مراقبة هذه الموظفة مراقبة، يعني كأن مشكلة إذا يعني تسبب تخلق إرباك في العمل إذا هي يعني هذا، مع أن هذا يعني شيء طبيعي وطبعا إليه حلول، إليه حلول، يمكن مو رب العمل فقط هو من يتحمل الحل، ضمان الاجتماعي ممكن أنه يغطي فترة الحمل علشان لا يصير ضرر على طرف دون آخر. مثلا التأمين الصحي الرجل يغطه عائلته في بعض الأماكن، طبعا مو كل، أنا أتكلم عن بعض الشركة، لكن المرأة فقط هي تأمينها، ما تغطي لأحد من أسرتها، ما تعطيها التأمين إلى أحد أفراد أسرتها. تمييز صارخ يعني، تمييز على أساس المظهر الخارجي أحيانا، الانتماء الديني المذهبي، ممكن مثلا يشترط في القبول الوظيفة أنها لازم تكون، مع أن مثلا الوظيفة كأداء تحتاج مؤهل علمي كذا وكذا، لكن أثناء المقابلة ممكن تستثنى بسبب معين، هو الشكل الخارجي يحدد قبول الوظيفة. أو تسريع المرأة، أو يعني مثلا أحيانا في بعض الأحيان يطلبون أنها تكون لازم معايير معينة يفرضونها عليها أنها تكون فيها متوفرة على أساس تقبل في الوظيفة، مع أنك أداء وظيفي ما له علاقة. مثلا إقصاء ذوي الإعاقة من الوظائف، من بعض الوظائف، مع أنه ممكن يكونون جامعيين، خصوصا المرأة، المرأة ذات الإعاقة أكثر يقع عليها الاستثناء أكثر، وما تتهيأ بيئة العمل فيما إليها يعني، فيكون إحراج أو صعوبة إلى وصول للعمل. طبعا في نماذج مشرفة من الشركات، لكن في أماكن لا ما تقبل هذا الشيء. ممكن يكون هناك منع، من سمعت يعني كيس أن يمنعون اللي يتابع إلى مقاول يسمونهم أو كونتراكتر، ما مثلا يكون لهم نفس الموظفين دخول مطعم الشركة. إنزين هاي العاملة كانت تقول إذا أنا ما أقدر، ما عندي وقت أطبخ في البيت، يعني 10 ساعات بال أو أكثر، 12 ساعة عمل بالإضافة إلى مواصلات قبل، يروحون يأخذونهم قبل وقت مبكر ويأخذونهم متأخر باعتبار أن الباص لازم يأخذ مثلا عدد أكبر، فيصير أغلب اليوم إلى العمل. إنزين لما ما توفرين مثلا، ما يحق للعامل إنه يروح، لازم هو يجي يعني وجبته يوفرها، ما أحيانا ما يتسع الوقت إن الإنسان يرتب أمور هذا الشيء، ف يعني ممكن تنحل هذه المشكلة بأنه يسمح إليهم. مثلا بعض العمالة ممكن تكون يعني مسلمة في أثناء شهر رمضان بسبب كونها أجنبية مثلا، ما تعطى نفس الامتيازات مثلا في التخفيض ساعة، تخفيف ساعات العمل. خبرتني واحدة أنها تسفير بدون إخبار، يعني تفاجأت أن هي في المطار، يعني ما عطوها خيار أنها تواصل سيدة برا يعني، فساعات العامل يعني ينصدم، إلا إذا هو يعرف. مثل واحدة كيس ثانية تقول عرف يتصرف، هذه موظفة، بس مثلا موظف قام يصارخ لين لفت الانتباه وتم إرجاعه وتسوية وضعه. يعني أحيانا ممكن العنف يقع من الزميل بسبب الغيرة أو بسبب التنافس. يعني الحين إحنا دورنا السؤال، إحنا نعرف يمكن حتى أنتم عندكم أمثلة أكثر من هذه، كيف ممكن نوقف؟ خلاص 5 دقائق، كيف ممكن إحنا نحط يعني نمنع هذا العنف؟ علشان الوقت يعني خلنا نروح، إنه أهم شيء تدابير وضع تدابير وإجراءات تحمي من هذا النوع من العنف. دائما القانون إذا في قانون يخدم ويحد، ترى أي طرف يعني لما القانون واضح وصريح ومطبق يحمي، فهو أولا يعني وجود الحماية، يعني نشر الوعي بالحقوق. يعني أحيانا يمكن بس مخاوف، مثلا لما تقول لطرف
إن شكلوا نقابة أو بحثوا عن حال يخافون. إنزين القانون كفل يعني أعطى الحق للعاملات في تشكيل نقابات، ليش الواحد يخاف؟ إذا القانون هاي أنت ما قاعد تسوي شيء مخالف للقانون، أنت ضمن قانون، فلا تستهين بحقك في أنك أنت مثلا دافع أو تغير واقعك هذا إلى واقع أفضل مع الحفاظ على الوظيفة، من غير مو دعوة إلى التصادم ويا أي طرف، بس بحكم القانون أن احنا أنت تقدر تتمتع بهذه الحقوق. ممكن حتى احنا يعني كتنشئة أو في المدارس أو مهم جدا أن يعني التربية من البداية أن المرأة إنسانة لها حق التقدير وحق العمل وحق النهد، وإنسانة بقدرات، ما في أي دليل يقول أن المرأة أقل من الرجل مثلا في ذكائها أو في عملها أو في أدائها. فإنسانة المرأة واحترام دورها في الحياة واعتبارها شريك مو منافس ولا مهدد، هي شريك استراتيجي في التنمية. ممكن بناء التحالفات مع البرلمانيين مع النقابيين مؤسسات المجتمع، هذه واحد من المنصات اللي الواحد يقدر يبحث فيها عن حلول إلى مشكلة الحد من ظاهرة إذا وجدت أي ظاهرة من ظواهر العنف، مثلا المجلس الأعلى للمرأة، الإعلام بجميع مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، الضغط باتجاه التعديل والقوانين ممكن تحمي أكثر، سهولة الوصول إلى أماكن العمل، يعني في مثلا جهات رسمية يحق لها التواجد في أماكن العمل في أي وقت بدون قيود، أو مثلا مو بجدول معين، مو مثلا إخبار المؤسسة، هذا يخلي إن دائما المحافظة على بيئة عمل سليمة يعني ممكن الوصول إليها، مو مقفلة أو مغلقة، خصوصا الأماكن الصغيرة. يمكن الشركات الكبيرة تستثنى من هالموضوع، لكن مثلا العيادات أو مثلا الأماكن بيع يعني في أماكن معينة تكون ما في الوصول إليها بسهولة، فلازم تتاح عملية الوصول. مثلا إجراءات لحمايتها بوضع خط ساخن مع مثلا يمكن جهة مسؤولة عن هذا الشيء، تشكيل لجان معينة عليها رصد ومتابعة وتحقق من وجود أي نوع من الانتهاكات على المرأة العاملة. يعني في حلول ترى ممكن، وحلول وتشكيل لجان مراقبة. المهم الأهم من هذا كله هو وعي العامل الإنسان نفسه أو العامل أو الموظفة بحقها واحترامها إلى ذاتها وتقديرها لذاتها. نظرتي أنا إلى نفسي تحميني من أي اعتداء، أنه يعني أنا ملمة ترى بالقوانين، أعرف حقي، أعرف أموري، فأي طرف يعني بيكون محترم إلى هذا الطرف الثاني أنه ممكن يتكلم، ممكن يقول، ممكن يعرف يعني أنه حقه. فهو هذا أهم شيء، الوعي والاحترام الذات، يعني احترام المرأة لذاتها. والمسؤولية طبعا أنا ذكرت من البداية أن هي كلها علينا، إحنا نقوم واجب علينا نقوم بمسؤولياتنا، منظمات مدنية، نقابات، أن إحنا جميعا نحمي يعني المرأة في أي موقع، زرع القيم الأخلاقية والنظرة الإنسانية والوازع الأخلاقي، تشيع التراحم، هذه النظرة تشيع التراحم والتكامل والتنافس الشريف القائم على الإيمان بأن فرص الحياة موجودة. ترى من الخطأ نقول إحنا الفرص محدودة، فرص كثيرة موجودة، وممكن خلق بيئة متكافئة على حسب الإمكانيات والقدرات، إحنا متنوعين في قدراتنا، ما في أحد بياخذ رزق الثاني، كلنا إلينا رزق. فالوعي الوعي الوعي، وأنا يعني قلت لكم في البداية شعار منظمة العمل الدولية، وبقترح شعار آخر علشان نحد من هذا النوع، بأن المرأة هي شريك استراتيجي وليست منازعا على السلطة، أو ممكن نقول أن المرأة والرجل يشكلان شراكة لا منافسة. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم. أشكر أستاذ الرباب الشهابي على مداخلاتها القيمة وعلى أطلاعنا نماذج حية من مظاهر العنف الجندري في مواقع العمل.
نعطي الفرصة الآن إلى الأستاذة النقابية أستاذة أمينة عبد الجبار، طبعا اسمها أمينة عبد الجبار حبيب حسين درازي، رئيسة نقابة العاملين في الروضات ودور الحضانة اللي تشكلت في 31/12/2005، وهي تشغل منصب الرئاسة من حينها. المؤهل أكاديمي إدارة أعمال تخصص محاسبة، دبلوم قانون للعمل في القطاع الأهلي، طبعا دبلوم التربية الحركية لم تحرز الشهادة بسبب فصلها من العمل، وانخرطت في العمل النقابي. طبعا يعني هي ارتبط اسمها دائما برياض الأطفال، يعني أنا لما أسمع اسم أمينة عبد الجبار رأسا يتبادر إلى ذهني رياض الأطفال والحضانات، يعني حملت همومهم وقضاياهم في كل محفل وفي كل مكان تسنح لها الفرصة للدفاع عن المهنة والمطالبة بتحسين أوضاع العاملات فيها. حصلت أو اكتسبت كثير من المساندة والتأييد من القطاع الأهلي اللي هو من جمعيات والاتحاد النسائي واتحاد النقابات عمال البحرين، ومنها يعني تم رفع قضية رياض الأطفال في تقرير السيداو، تقرير السيداو في عام 2008 و2014. بفضل جهودها في النقابة وجهود المجتمع المدني طبعا استطاعت أن تحصل على مكتسبات. ويعني نذكر يعني قبل في تاريخ 10/5 قبل يومين طلعتنا جريدة البلاد بخبر يقول أن المجلس الأعلى للمرأة أعلنوا دعمهم لأجور العاملات بدور الحضانة منذ مطلع 2019، بتكون الأجور مدعومة، تصريح وزير العمل. وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى وتمكين يعني بخصوص تدريب العاملات في رياض الأطفال وتأهيلهم. طبعا لنستمع إلى الأستاذة القديرة أمينة عبد الجبار تكلمنا عن جهودها ونضالاتها في انتزاع بعض حقوق العاملات من خلال النقابة. طبعا بعد نسيت أقول لكم أنها يعني في الحياة العملية عملت من تاريخ من 1/11/89 إلى فبراير 2002 في قطاع التعليم المستمر قسم محو الأمية بنظام العمل الجزئي، وعملت في قطاع رياض الأطفال من 1/11/86 إلى 4/9/2007 وفصلت بسبب النشاط النقابي. تتفضل الأستاذة أمينة عبد الجبار. طبعاً الشكر الجزيل إلى كل أعضاء جمعية المنبر التقدمي الحاضرين والغائبين في توصيل كلمة الشكر عامة والنساء مع لجنة قطاع المرأة فيها خاصة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي كان يوم 1 مايو من كل عام. ومن منطلق هذه الندوة لهذه الليلة إن شاء الله التي أتيحت لنا الفرصة الثانية من عرض بعض المقتطفات التي تطرقنا إليها بخصوص مشاكل قطاع عاملات رياض الأطفال ودور الحضانة في الأعوام السابقة في الأول من مايو لكل عام من تأسيس نقابتنا. كما نود الشكر الجزيل بمناسبة اليوم الأول من مايو الذي مضى عليه أكثر من 10 أيام لنكرر شكرنا إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على اهتمامهما بهذه الفئة وتقديم الدعم لهم من خلال مشروع دعم رواتب 2000 عاملة في قطاع الأمر الذي أسعد الكثير من العاملات، ف
بعد سماع تصريح وزير العمل في حفل الاتحاد العام للنقابات عمان البحرين في الأول من مايو، كما نشكر قرينة صاحب الجلالة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لما توليه من اهتمام وحرص على المرأة في المجتمع ومشاركتها في جميع مجالات العمل، والجهة الداعمة في تولي ملف تحسين وضع العاملات في قطاع رياض الأطفال ودور الحضانة. فنستصرخ الضمائر في كل سنة في عيد العمال الأول من مايو بما نعانيه ما لا يعانيه بشر مثلنا، فنحن قرابة ما يزيد على 3500 عاملة في مجال رياض الأطفال ودور الحضانة، فئة مقهورة بفعل فاعل لم يدرك الحق سبيلنا عندما تجلد البعض من الإنسانية والضمير، وهذه الوزارات تقبل بما نحن عليه من ظلم وقهر وكأننا خارج المنظومة الحقوقية لأبناء وبنات هذا البلد. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قسم الحضانات، وزارة التربية قسم التعليم الخاص بإدارة رياض الأطفال والمدارس الخاصة قد قبلت بأوضاعنا التي تقارب القهر وسلب الحياة بجميع مقوماتها اللا إنسانية عندما تركت المجال لبعض من مستثمري رياض الأطفال ودور الحضانة تمارس صلاحيات خارج نطاق الحقوق الدستورية للمواطن من حياة كريمة وعمل لائق متمثلة في جميع مقوماته القانونية. نحن نعمل دون الحد المعقول للرواتب، فهناك عاملات يتقاضين رواتب تقل عن 70 دينار وفي أقصاها 80 إلى 120 بعد نحت سنوات وخبرة لا تقل عن 5 إلى 6 سنوات. هؤلاء يعملون بعقود مؤقتة ومجحفة تحمل جميع هانية الفصل من العمل، كذلك دون غطاء تأميني ثابت فقط موسم دراسي أو متى ما دعت الحاجة إلى تلك المؤسسة في دوامها لدى العام. وما يترتب على هذا العقد هو حرمان العاملات من التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة والعجز في المزيد من سنوات الخدمة للوصول إلى الغطاء المطلوب للاستفادة من التقاعد، إلى جانب ذلك عدم صرف بدل الإجازات الرسمية والسنوية والإجازات الخاصة والأخرى حتى إجازة الحج التي فرضت في الإسلام، وإلى جانب ذلك الإجازات العارضة التي كفل لهم قانون القطاع الأهلي. فمن العاملات قضينا ما يقارب 30 عاما دون تغطية تأمينية شاملة، والغريب في هذا الأمر أن يطلب منا شراء السنوات التأمينية السابقة حتى يشملنا الراتب التقاعدي كسائر أبناء هذا البلد. هذا جوانب مما نعانيه نحن العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة. الاستقطاع الشهري من راتب العاملة لم يسدد في نظام التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة والعجز، سداده أول بأول بعد السماح من الجهة التأمينية عن طريق نظام الحكومة الإلكترونية. فهذه بعض مقتطفات الورقة التي استصغنا إليها، شاكرة لكم حسن الإصغاء وشكرا. نفتح إن شاء الله باب النقاش إلى أي سؤال. شكرا على الالتزام بالوقت وعطيتينا فرصة علشان الحين نفتح باب النقاش. بالنسبة حق مداخلة الأستاذة فاطمة بالنسبة حق تجربتها أو حضورها المؤتمر اللي حضرته في نفس المجال، يا ريت تفضلي. مساء الخير للجميع، معكم فاطمة من نقابة شركة بلاكسيكو شركة البحرين لسحب الألمنيوم. في الأسبوع الماضي شاركت في ورشة عمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مكافحة العنف ضد المرأة في مكان العمل، واجتماع شبكة المرأة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان كانت هذه الورشة في تونس. أشكر الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين لإتاحتي هذه الفرصة
مشاركتي في هذه الورشة مما أضافت إلي الكثير في مجال عملي، ويعني مشاركة ما استفدتها في الورشة لنشر بين الأدوات في نقابة بلكسيكو، ومما يعني أفادني الكثير. يعني حضوري اليوم دعوة من الأستاذة رباب الشهابي، وحبيت إني أشارككم أقول لكم ملخص ما استفدت من الورشة. يؤثر العنف تأثيرا شديدا على حياة العاملات في جميع أنحاء العالم. المشاركات اللي كانوا في الورشة كانوا من عدة دول، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، طبعا البحرين. أنا الوحيدة من دول الخليج، إنزين، بس كانت تجربة كنت في البداية متخوفة منها لأنها أول مرة يعني أخوضها وأشارك في ورشة، بس بالفعل استفدت منها. على طول المشاركات يعني قضاياهم في مجال العمل والقضايا اللي يعني تعرضوا لها من ناحية العنف والتحرش وغيرها. طبعا يؤثر العنف تأثيرا شديدا على حياة العاملات في جميع أنحاء العالم، حيث يشكل التحرش الجنسي أكثر أشكال العنف التي تم الإبلاغ عنها، ويعد العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوقها كإنسان ويشكل عائقا أمام المساواة بين الجنسين. إن العنف ضد المرأة في مكان العمل هو قضية نقابية أساسية تؤثر على حقوق العاملات وسلامتهن وصحتهن وكرامتهن. جميع أشكال العنف ضد المرأة مرفوضة، وعلى جميع النقابات أن تتعهد أن تقوم باتخاذ موقف وإجراءات علنية ضد جميع أشكال العنف والتحرش ضد المرأة، وإدانة جميع المواقف والممارسات التي تكرس التحيز الجنسي والعنف، بتناول القضية كأولوية في نقابتنا، وتخصيص الموارد اللازمة للأنشطة الرامية إلى منع ومكافحة هذا الانتهاك لحقوق المرأة، تعزيز ثقافة احترام المرأة داخل نقابتنا من خلال زيارة الوعي أعضائنا، زيادة أعضائنا وموظفينا ومسؤولينا، وتوفير الثقافة المناسبة المتعلقة بأهمية القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل، تشجيع أعضائنا على اتخاذ موقف فعال ضد التحرش والعنف ضد المرأة، تنظيم حملات تهدف إلى منع ومكافحة العنف ضد المرأة، مطالبة الحكومات بسن وفرض قوانين لحماية المرأة من العنف، مطالبة أصحاب العمل وبوضع سياسات لمكافحة جميع هذه الأشكال، أشكال العنف والتحرش في العمل. مطالبة أصحاب العمل وضع سياسات وإجراءات ملموسة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في أماكن عملهم وسلاسل توريدهم، وإنشاء آليات آمنة للمرأة لكي تلجأ إليها إذا تعرضت للاعتداء أو الهجوم في العمل. إدراج مطالب القضاء على العنف والتحرش ضد المرأة على لائحة مطالبنا للمفاوضات الجماعية. طبعا عنواني وكما كان عنوان جميع المشاركات في الورشة كانوا يقولون يدا بيد لتوقيف جميع أشكال العنف ضد المرأة في مواقع العمل. شكرا. أخذ منك أخت إيمان منصة، وأشكر الأخت فاطمة شكر خاص، قبلت الحضور بدون يعني موعد مسبق وشاركتنا تجربتها، فتحية صدق خاصة إليش فاطمة. وإحنا بدورنا في قطاع المرأة في المنبر التقدمي نتقدم جزيل الشكر للأستاذة فاطمة على مساهمتها وقبول دعوتها، ونشكر الأستاذة بعد رباب على دعوة الأستاذة فاطمة. والحين يعني نتلقى تساؤلاتكم أو آراءكم حول مسألة العنف الجندري وحول رياض الأطفال، معاناة رياض الأطفال. بنسجل الأسماء. فاضل
نكست رقيب فاضل الحليبي. بعد في أحد أستاذ حياة المسوي. تفضل رفيق فاضل. بداية الشكر موصول للأستاذة رباب والأستاذة أمينة ومديرة الندوة الرفيقة إيمان شويطون وإلى الأستاذة فاطمة. الموضوع جدا مهم، ولكن أنا أعتقد التغيير ما يجي إلا من المرأة. يعني تكلمت رباب يمكن يعني وقت طويل في هذا وأعطته يعني أمثلة وكذا، ولكن التغيير يجي من تغيير وعي الاجتماع لدى المرأة. يعني لما المرأة تفكر بأهمية الدور النقابي بالعمل النقابي، لما تكون تعطي اهتمام مثل ما ضحت أمينة. أمينة حصل لها أكثر من تقريبا ربع قرن، يعني هي تناضل من أجل التغيير. في هذا يبقى لها صبر وجلد. يعني أنا أعتقد ما في نساء يعني في الوقت الحالي اللي قليل، بالعكس إحنا ندفع بهذا الاتجاه أن نضال المرأة لن يتأتى لتحقيق مطالبها العادلة إلا من خلاله. صحيح تعاضد وتضامن الرجل معها هذا شيء جيد، وإحنا نؤمن بالمساواة ما بين المرأة والرجل، ولكن الدور يقع بشكل رئيسي على المرأة والاتحاد النسائي والنقابات والعاملات في إطار العمل النقابي للتغيير. فلا يمكن العمل بهذا، لأن قضية اللهو التحرش وقضايا الرواتب كلها مواضيع لأهميتها في المجتمع وتؤثر على المرأة، ولكن لما يصير التغيير الوعي الاجتماعي بأهمية النقابات. أنا أعتقد النقابات يجب تفعل، النقابات لها دور كبير في التغيير، لأن النقابات هي التي تتفاوض مع الشركات. لذلك ترى الآن المؤسسات والشركات في البحرين يعملون باتجاه تفتيت العمل النقابي، تشتيت العمل النقابي. ليش؟ تحت تسمية التعدد النقابي، ولكن الهدف في النهاية ضرب الحركة العمالية والنقابية. عندما تضرب الحركة العمالية والنقابية يستطيعون أرباب العمل الاستحواذ على النقابة وعلى تميع القرارات أو المطالب العمالية الحقيقية. لهذا نقول الوعي مهم للمرأة في أهمية العمل النقابي، لأن الآن كم لا أعرف، يمكن رباب أو أمينة يمكن يفيدونا، كم عدد النقابيات في البحرين؟ سؤال مهم يعني، فهذا مهم. وين يعني العدد يعني؟ وذكرت أمثلة كثيرة رباب فيما يتعلق مسألة الخوف، هو حق طبيعي لكل إنسان، لأن استقلالية المرأة الاقتصادية جدا مهمة حتى لا يهيمن الرجل عليها. أنا هذا وجهة نظري، مهم أن تكون المرأة لديها راتب تستطيع من خلاله على الأقل هي تكون شريك وليس عن اتجاه. هذا اللي حبيت أوصله، شكرا لكم. شكرا رفيق فاضل. ممكن بعد أنا أضيف تشريعات، التأكيد على مسألة التشريعات، وضع التشريعات. يعني تقدمت الأستاذة رباب بحلول معينة علشان نخفف أو نعالج مشكلة العنف الجندري، ولكن نحتاج إلى تشريعات. نأكد على المطالبة بالتشريعات اللازمة لحل هاي المشكلة. تتفضل أستاذة حياة. مساء الخير. طبعاً أنا أوجه الشكر للأستاذة رباب والنقابية والنقابية الثانية اللي هي أمينة عبد الجبار. فعلاً ندوة ناجحة ومستوفية كل كنا نريده عن العنف الجندري للمرأة. بالنسبة للعنف الجندري للمرأة في القطاع الرسمي، لو جينا إلى قطاع المدرسات الآن، تصريح حسن الواجي أمس في ندوة الاتحاد مع النقابات، واختطفت من عنده يعني عشان لا تقولوا من عندي، هناك أكثر من 3000 عاطلة من المعلمات. يعني صدق شيء يعني يؤسفنا أن هذا الرقم موجود. وطبعا هذا مو صحيح، لو نرجع إلى 3000 ممكن هاي الجديدة،
لو تروحون للقديم بعد إن في مدرسات 10 سنوات 20 سنة ما توظفوا بسبب إن مثلا كانوا المجتمع كانوا من اسمه الجغرافية ما أدري ما أعرف وش اسمه مواد اجتماعية. فهذه نعم فما في خطط ما في خطط إلى توظيف مو بس العاملات من المعلمات وإنما المعلمين أيضا. والسبب هو وجود الأجانب. يعني أنا لاحظت بنفسي أطفال في الابتدائي هذه تدرسهم عاملة أجنبية اللي هي مدرسة أجنبية من مصر أو من السودان أو من المغرب. يعني اللهجة غير اللهجة غير. أنا شفتهم قدامي حتى قعدت أسولف فيهم أنا ما فهمت عليهم. تقولي أنا أدرس علوم في ابتدائي أقول وسنها كبير على فكرة إنزين ومعاشها لأنه يجي من بلد ثانية أجنبي اللي هو قريب لنا يعطونها المعاش. وفي هالحالة خلوا إن بنات الجامعة المتخرجات حديثا أو سابقا ما في لهم شغل ويدرسون يعني شيء تعرفه البحرينية يعني مو جايبين خبيرة ولا شيء يعني. وهذا يؤسفنا إلى الآن موجود بسبب الراتب. ما يبون يعطونها راتب مثل راتب كمدرسة يعطونها راتب كأنها أجنبية أو من مصر أو دي معاش قليل. يعني كم يعطونها تفكرون 300-400 دينار أو أقل بها. يعني حتى ناس عارفهم 200 دينار قبل يعني يومني أيامي إيه. فهذه بالنسبة إلى المدرسات هذا العنف الجندري. شيء ثاني يعني لاحظ بعد الحين في تأجير سجلات بطاقات سكانية لاحظها من ربة منزل فقيرة كانت. فأقول ليها يعني أنت لو توظفين روحش يعني تشتغلين شغل تساعدين زوجك كان ما مفنشينة توا زين عندها 5 أطفال. فأقول ليها يعني بتقعدين مني ومني تبين معونة ودي ما بتسوي للشي يبقى ليش وظيفة. قالت أنا بطاقتي السكانية أصلا ما أخوذها أدمن عنده صاحب عمل شركة ياخذها مقابل 40 دينار يا رباب. هاي ما طريتينهم هاي واجد مثلها تقول يعني ياخذون بطاقة السكان على أساس إن وظف بحرينية لازم كل 4 أجانب واحدة بحرينية فياخذ المرأة اللي في البيت ويعتبرها كسكرتيرة. شوف السكرتير كم معاشة في البحرين هي يعطيها 40 دينار. فيعني يؤسف إن البحرينية صارت بهذا المستوى ربات البيوت. بعد في مشكلة ثالثة يعني ما على لو زيت إيمان العاملات في المنزل العمل في المنزل أصحاب البهارات ودلين هذا اللي ما عندهم حقوق ترى يا جماعة. واجد مساكين عندهم مشاكل لا حقوق لا ضمان اجتماعي لا يقدر يروحوا النقابات يشتكون لا قوانين اتجاههم باعت كدت زين ما كدت راحت عليه. فيعني ما أدري يعني هذه بالنسبة للعاملات العنف الجندري. شكرا. اي هاي لازم رباب تدركونه وتهتمون فيهم خاصة العمل في المنزل ما قالت هاي شو مهم. شكرا فقط. شكرا أستاذة حياة على نقاطك لأن أنا يعني مضطرة أني ألتزم بموقع مكان العمل فهذيلين مشاكل بالعكس مشاكل جديرة بالتوقف عندها لكن هذه خارج إطار. أنا شرحت لكم الإطار العام للعلاقة اللي احنا بنتكلم فيها لكن هذا مشاكل فعلا جديرة بالاهتمام. شكرا للمتحدثة الأستاذة رباب الشهابي على الورقة القيمة اللي طرحتها كانت شاملة ووافية حول معايير العمل الدولية إذا في خلق بيئة عمل ناجحة. وشكرا للأستاذة أمين عبد الجبار على جهودها المتميزة طوال السنوات 25 عام في هذا المجال النقابي يعني يعني ضيعت وقت وجهد من أجل الحصول على هذا النجاح اللي وصلوا له
فيعني أنا أقول إن إذا مثلا الحين التصريح الأخير اللي تم من قبل رئيس الوزراء أقول من وزير العمل هو صرح إنه يكون وزير العمل والتنمية الاجتماعية صرح إنه يكون يعني رفع الأجور بالنسبة للجامعيات على 400 دينار والثاني المعهد اللي عندهم دبلومة أو شيء على 350 والثانوية 300 دينار. يعني بس هم اللي راح يكون هم ما لهم دخل وزارة التنمية وزارة العمل والتنمية اللي راح يكون تمكين هي اللي راح تدعم هذه الرواتب مو وزارة التنمية راح تعمل فيها بمساعدة المجلس الأعلى للمرأة. هذه النقطة يعني هذا اللي قاعد يحدث الحين تمكين هي اللي قاعدة تمول وتدعم الشركات والتجار وهذا كان فرصة كنت أنا يعني قبل ما هم يعلنونه كنت يعني في بالي إنه أقول لش إن هذا ممكن يكون عن طريق تمكين وشكرا مع التمكين إذا بتنظر لهذه القضية المهمة. شكرا لإدارة مديرة إدارة الندوة الرفيقة إيمان. بصراحة يعني اللي أبي أقوله الحين أستاذ رباب هو بالفعل إن في هناك عنف في مجال العمل الواقع على المرأة خاصة العنف الجندري اللي قاعد يصير. بس يعني بالنسبة للقضايا التحرش هذه يعني مشاكل تصير في العمل إن كان لفظي أو جسدي في حتى في أماكن مو بس في الشركات يعني عام حتى أحيانا في الجامعة تصير وهذه صارت قضية وأثاروها مرة واحدة. بس المشكلة هنا يعني ناس وايد تغطي ما قاعدة تعلن ما تعلن ولا تدافع عن نفسها حتى في أساتذة يساومون الطلبة على النجاح والعلامات بسبب هذا الشيء التحرش. يعني مفروض أن يكون للمرأة وعي بحقوقها مثل ما قال الرفيق فاضل الأساس هي المرأة والثاني والأساس الثاني هي اتحاد النقابات إن تعمل في خلق يعني بيئة يعني حقوقية بيئة عمل يعني بحيث إن الوعي تفرض الوعي على النساء بورشات تروح تخوض في هذه المجالات الشركات على أساس توعي هذه. في ناس بعد ما حاملين شهادات يعني في هالشركات الصغيرة اللي الحين يتحرشون بهم أصحاب الأعمال أو الموظفين أو خوف من يعني تروح عليهم الوظيفة الفصل تروح عليهم الوظيفة التهديد يعني وال يعني حتى يعني هم يعني بس ما يقولون يعني البحريني عند سمعته قبل كل شيء قبل ما تعلم على الناس يعني فيعني أنا أقول إنه من يعني لابد من توفير الشروط الملائمة للعمل حسب معايير منظمة العمل الدولية إذا ما توفرت هذه الشروط في هناك استقرار وظيفي استقرار أسري للعائلة نفسها. وأتمنى إن يعني الكل العاطلات اللي الحين قاعد يعانون بالنسبة يعني ما في وظيفة إن يخلقون لهم وظائف يعني ثانية مو بس في يعني يكون في التعليم بس خاص أو في الصحة. ليش ما ينخرطون مثل ما إحنا الآن نطالب المساواة بين الاثنين وهذا من ضمن الأهداف اللي قاعد يصير التنمية أهداف التنمية المستدامة مفروض إحنا الراعي حتى يعني ما أدري بالنسبة لرياض الأطفال إن بعد لا يصير تمييز بعد على الرجل يعني ليش ما يصير هذا القطاع بما أنه تربية
بدائية من اللبنة الأساسية اللي يصير للاثنين يشاركون في هالوظيفة ويخلقون فرص عمل للطرفين كأسوة بالدول الثانية. ها؟ لا ليش هي تربية؟ يعني تربية ليش تشمل بس المرأة اللي تحمل هذه القطاع وهذه الآلاف من الطلاب مرأة؟ يعني اخلقوا للشباب بعد انه ينخرط في هذه الرياضة الأطفال، والتربية مفروض يكون من الطرفين وليس من طرف واحد. ها؟ وأشكر لكم هذه يعني حضوركم وتلبية الدعوة وما قصرتي رباب وأمينة، شكرا لكم. شكرا شكرا لك فهيمة. يعني يمكن هذا اعتراف ضمني أن المرأة أقدر على التربية الأساس، يعني لما يعني تهميش دور الحضانات وغيره وتصغيرهم يعني ما له مبرر، وخاصة أنهم يحتضنون أبنائنا منذ النشأ، يعني تقع المسؤولية الكبيرة عليهم في البداية منذ سنواتهم الأولى، منذ نعومة أطفالهم وهم يستلمون أطفالنا. فالجدير أنهم تكون حقوقهم يحصلونها بشكل أفضل. الرياض وحتى الرياض مدارس خاصة فيه مدارس يدرسوا فيه برا يدرسوا، يعني ليش ما تطلع بعد؟ صح صح أنا ما أقول حضانة، أنا أقول رياضة. هذه الموروث الاجتماعي وهذه التقاليد عندنا يعني يمكن نلاقي برا يمكن موجود رجال في حضانة رياضة أطفال وغيره، يمكن الحضانات لا، يعني مع أن ما فيها شيء يعني بالنسبة لنا. حتى الابتدائي الآن استلمت المرأة تترك الجانب من الأول للرابع للرابع كل نسوان. هذا اعتراف اعتراف بقدرة المرأة على التربية. بنعطيها الفرصة بنخلص المداخلات. أحد دينا تفضلي مفجر. شكرا للأخوات شكرا للأخوات، بس أنا عندي سؤال لل أخت رباب. لما قلتي عن التحرش في مواقع العمل، هل التحرش في البحرين في مواقع العمل تعتبر ظاهرة أو حالات فردية؟ لأن كان يعني اللي فهمته من كلامك كان في أغلب الأماكن كان صيد المرأة خصوصا في هذه المؤسسات الصغيرة كانها تتعرض المرأة للتحرش. في شيء ثاني، احنا كلنا نعرف ان أهمية مشاركة المرأة في عملية التنمية، بس الملاحظ ان في المناهج الدراسية في الحلقات، يمكن انتوا الجمعية البحرين النسائية سويتوا دراسة عن تغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج الدراسية، فأنت تطرقتي هنا لأهمية تعليم الطفل من البداية بالتنشئة بأهمية مشاركة المرأة، فلازم نبدأ في تغيير المناهج الدراسية. بالإضافة إلى شغلة ثانية، المرأة بعض الأحيان في مواقع العمل تكون هي شوي السبب في عدم الترقي أو مسك المناصب والمشاركة في الدورات الخارجية خصوصا بسبب يمكن ظروفها العائلية أو الأطفال. أنا أعتقد هي يعني في بعض الأحيان هي تكون السبب أو خوفها من أن هي تمسك مناصب عليا لما
يعني هذه في أكثر من حالة أنا شخصيا شهدتها، أن لما إيه دورها لأن هي تمسك رئاسة قسم أو تكون رئيسة دائرة، تكون هي متخوفة وتطلب تأجيل الترقية هذه كلها خوفا من تحمل المسؤولية قد يكون. فهذه يعني المفترض أن المرأة شوية تكون عندها الجرأة وأن هي يعني تدخل أو تأخذ المناصب اللي هي العليا. في سؤال حق الأخت أمينة اللي هو بالنسبة عن رياض الأطفال، يعني أنا كنت أتمنى حتى في مرة التقينا يمكن في المجلس على المرأة أن تكون سنوات لرياض الأطفال الأولى أو 3 سنوات يعني ما قبل المدرسة تكون من ضمن إلزامية من ضمن يعني مثل الصف الأول والسنوات الدراسة. فهل أنتوا عملتوا هذا الشيء أو يعني تقدمتوا كنقابة نحو السنوات ما قبل المدرسة تكون سنوات إلزامية من ضمن السنوات الدراسية؟ هذه بعد قد تحل مشاكل كثيرة خصوصا بالنسبة حق بالنسبة للنفقة خصوصا اللي يعانون يعني ما يدفعون الزوج يدفع لأنها ما تعتبر سنوات إلزامية يعني. شكرا. مشكورين، بس عندي ملاحظة بسيطة بالنسبة حق يعني الأخت أمينة تكلمت وقالت إن مثلاً هي في النقابة خذت لها كذا سنة، لكن أنا بيفهم والكل يفهم والكل يسمع إن رواتب الموظفات اللي يشتغلون في الحضانات الكل عارف، يعني 100 دينار 90 دينار 120 دينار إلى 150، هذه مو براتب في هالوقت. هل ذي الرواتب تغيرت؟ هل وزارة العمل اتجهتوا لها؟ هل عطوكم حل وما ما زالت الرواتب موجودة؟ شكرا. نعطي الفرصة أبو مجيد على السريع آخر المتحدثين. أوكي تفضل أبو مجيد حقهم بعد يردون. شكرا للمحاضرتين الأخت رباب والأخت أمينة وللمقدمة إيمان. نقطتين فقط أنا عندي، الأولى حول التحرش. يعني عادة التحرش يجري مو أمام الناس زين، بعدم حضور أحد وبعيدا عن الكاميرات، اللي يتحرش دائما يعني يحسب إلى النقطتين هذول، فيكون في غالب الأحيان يعني صعب إثباتها ومن المحرج للمعتدى عليه إنه يعني يفضح. هنا مهم جدا قوة التضامن عند الموظفات. عادة المتحرش مو لأن عنده عواطف خاصة تجاه المعتدى عليها، لأن فرصة سنحت، الفرصة دي ممكن تسنح أيضا مع أخرى مع، لذلك عادة في أكثر من واحدة يعرفون. هنا لما الروح يعني التوعية تعزز الروح التضامنية عند الموظفات في فتح متحرش، أعتقد هذا يلعب دور كتعويضي عن الشهود والتوثيق. يعني هاي واحدة. بالنسبة لرياض الأطفال، يعني 2004 و2005 كنا نجري دراسة الحد الأدنى للأجور، وصار لنا لقاء مع موظفين وموظفات من مختلف المؤسسات، كان في حضور جيد لممثلات عن رياض الأطفال. طرحنا سؤال استفزازي، كم تتوقعون أن إحنا بنقول في الدراسة الحد الأدنى للأجور؟ وأعطينا رقم 150 دينار. أوكي، لقيت ردة الفعل لا، استروا علينا، خلونا على 100 بس لا يطردونا من أشغالنا. يعني بصراحة أنا توقعت رد الفعل بالعكس يكون، يعني ولأن يعني حتى الواقع الاقتصادي يقول العكس أيضاً.
لاحظت مدى الانكسار كان اللي عند ربيات الأطفال. طيب لما الأخت أمينة تقول العدد الآن 3500، هذه قوة جبارة يا بنت عبد الجبار في المجتمع. مو سهل هذا العدد، يعني هذه قوة ممكن تكون ضاغطة في المجتمع. فإن شاء الله روح الانكسار اللي كان ذاك الوقت لمسناها ما تكون الحين موجودة، القدرة التعبوية عند النقابة وعند تكون أقوى، وهذا مهم جدا أخذ بعين الاعتبار. شكرا. شكرا أبو مجيد. نعطي الفرصة للرد على تساؤلاتكم. أستاذ رباب تفضل. أنا ببدأ من النهاية أبو مجيد. شوف الخوف أي كثر ممكن يعيق الإنسان عن أنه يؤمن بحقه. يعني معناها نرجع إلى النقطة اللي ذكرتها، مهم توافر شروط وظروف عادلة للمرأة. المرأة الأمان متطلب أساسي في حياتها، لما تنتزع منها لا تستغرب، لا تستغرب إذا المرأة تصمت على تحرش، ولا تستغرب إذا المرأة تخاف الطالب لأن شاعرة بعدم الأمان. هذا الخوف ممكن يعطل عندها الكثير من الأمور. فخلنا أولا خلنا نخلق جو آمن علشان نشوف إبداع المرأة وتميز المرأة وعطاء المرأة الحقيقي في التنمية لما هي تكون تتوفر لها شروط عمل آمنة وعادلة ومنصفة وقوانين تنصفها. ممكن مو يعني بعضها هي إضافات مو أسئلة. أنا بس بقول لكم موقف يعني يمكن يكون غريب يعني شوي أو مضحك مبكي. لما بنت أختي قالت لي إن أدرس علم اجتماع، أقول لها اللهي واو صدق تدرسين علم اجتماع، عجيب، لو كان عندي يعني متسع لدراسته كان درسته من كثر ما كنت أقرأ في الكتب عن أهمية علم الاجتماع وأي كثر يحدث يعني ثقلة في المجتمع. اللي عنده علم اجتماع في باقي الدول مو عادي. فلما واجهت الحين طبعا هي تعمل لحد الحين هي ما اشتغلت في تخصصها اصلا، ويمكن يمكن يعني ما بتشتغل بعد، يمكن خلاص يعني ما ادري يعني، بس اتوقع تعمل في مجال صغير ووظيفه غير يعني مو نفس تخصصها. كلها تقول لي خالتي صدق انتين ولا تدرين ولا تفهمين في سوق العمل، طلعتي لا تفهمين في سوق العمل، تقولي لي علم الاجتماع زين طلع مو زين. فقلت لها ما أدري يعني يمكن أنا المعايير ما كنت أدري إن هي في بدوك، ما كنت أدري إن بيواجهون هاي المشكلة يعني في سوق العمل حسب كتخصص هو ممتاز. أي فيعني هذه يمكن مفارقة غريبة، إن يعني نشجع على مثلا دراسة معينة وبالتالي في الأخير هو مو عيب في الدراسة، بالعكس يعني التخصص ما ينتقص من حق التخصص، كون أن واجهت مشكلة ما ينتقص من حق التخصص. وبعد أقول لكم أن الإنسان يقدر يفرض نفسه بجد، مثلا يضيف على هذا العلم أشياء يفرض نفسه بأي طريقة، ما يستسلم لما مثلا ما تتاح له الفرصة. وهذا نرجع إلى أهمية الوعي لدى الفرد سواء امرأة أو رجل. ترى الوعي يفرق، الوعي يخلق معادلات غريبة، يعني مو دائما واحد زائد واحد تساوي اثنين، ترى ممكن تساوي 11. قوة الإنسان الواعي يخلق قوة ويغير أصلا يعني معادلات. ويعني وفي ترى احنا نقدر نبني على أساس احنا لا نكون الصورة عندنا معتمة، ترى احنا عندنا كثير من الإيجابيات في البحرين نقدر نبني عليها ونستفيد منها. أنا متأكدة يعني متأكدة أو شخصيا واثقة من وزير العمل أنه مستعد يعني تعاملنا إياه في النقابات في الاتحاد النقابات، ولمست في هذا الشخص رغبة حقيقية فعلا إلى تغيير واقع المواطن البحريني يعني في سوق العمل، ويحتاج إلى دعم منا إحنا مثل ما ذكرت أهمية النقابات ودورهم في التوعية وذكرت فهيمة، وأن إحنا نستفيد من هذا الواقع
اللي فيه نسبة من الإيجابية مو معتمد الواقع كله. ممكن نغير هذا الواقع بالتعاون بتضافر الجهود، مو بس بالمرأة، لأن إحنا لو بس بنعطي بعد بنظلم المرأة مرة ثانية لما نقول لها أنتين المسؤولة أولا وأخيرا عن هذا الواقع. هي مسؤولة فعلا، لكن بجانب أنت أقرأ المرأة ضمن سياق كبير، ضمن مجتمع، ضمن برمجة لا واعية. يعني لا نظلمها بعد. لما أنا أقول لك كإنسان كنا مسؤولين عن واقعنا، لكن ما أقدر أنا أقول لك كل واحد هالكلام. لكن متى ما وعت المرأة وبغت تتحرك مستحيل في قوة بتوقف قدامها. وإحنا عندنا واقع. عودا على سؤال دينا، قالت إن هل هي ظاهرة؟ لا، ما أشرت إنها ظاهرة، أشرت إن الحمد لله إحنا واقعنا أفضل من دول أخرى. أنا لما طرحت سؤال العنف على يعني مثلا صديقات في دول ثانية، التحرش عندهم نسبة أعلى. وبعد في نفس الوقت ما أقدر أنفي وجوده نهائيا، يعني مو أنا اللي أجيب على هذا السؤال هل هي ظاهرة أم حالات فردية. ما في، يمكن في، ما حد يتكلم، ما في إحصائيات، فما يحق مثلا، ما عندي الحق في الإجابة عليه. لكن أتمنى إن شاء الله يا رب أن ما يكون ظاهرة، وأن ما تتعرض النساء إلى أي نوع سواء لفظي أو يعني محسوس، لأن هذا شيء مؤلم. وما أتوقع، أنا حتى تكلمت لما تكلمت يا فهيمة، كل واحدة فينا لما هي تدخل سوق العمل، ولما بناتها يدخلون سوق العمل، ولما أخواتها وجاراتها، آخر شيء تحب تسمعه أو تعرف عنه أن تعرضت إلى أي نوع من الأذى. أنا حسيت أن عندك يعني بعض الحالات، أنا ذكرت حالات قطاع التجزئة للأسف. يعني الآن أنا قطاعين اللي يعني سمعت منهم القصص، فبس ما لأن ما أقدر أنا يعني بيضل كلامي مثلا نقول مطعون فيه، بسبب أنه ما في إحصائيات، ما في دراسات ميدانية. في قطاع التجزئة وفي قطاع الأنسجة والملابس، كان إذا تتذكرون فترة من الفترات الكثير من انتهاكها. لكن مدام الشخص ما قال وما كتب وما صرح، ما تقدرين، ما يحق إلي أتكلم عنه. وإن شاء الله ما تكون ظاهرة يعني عندنا. النظرة النمطية للمرأة، دراسة أعدتها الأستاذة فريال الصيرفي عن الحلقة، الثلاث حلقات الأولى في التعليم الإلزامي، واللي تبين أن في مشكلة تعزيز وتكريس الصورة النمطية للمرأة. وأعتقد أن الاتحاد النسائي وجميع المنظمات الأهلية يعني تضغط باتجاه أن التنشئة الاجتماعية تتغير فيها النظرة النمطية للمرأة، ونتمنى أن هي يكون فعلا تتغير، لأن مو في صالح حتى كلنا، مو في صالح المجتمع كله أن يكون بس أن المرأة أقل مثلا، أو هي اللي تطبخ مو اللي تدرس وتعلم وتشارك في الحياة الاجتماعية، مع أن المرأة نعرفها هي فاعلة في الحياة الاجتماعية، لكن الصورة تبينها أنها دائما في المطبخ، دائما تعتني بالأبناء، لكن الرجل هو اللي يخرج للمسجد وللعمل ويشارك في المناسبات الاجتماعية، مع أن هذا مو واقعنا فعلا. المرأة يعني محرك أساسي للعلاقات الاجتماعية، هي اللي تلم الناس، هي اللي تحفظ العلاقات الإنسانية. فإحنا نعكس صورة صحيحة، ما نقول إحنا مناقضة للواقع، هي صورة واقعنا الحقيقي. المرأة شاركت في أيام الغوص وفي أيام وفي الإنتاج من البيت، في الحياكة وفي الخياطة وفي كل شيء شاركت في الزراعة. فيعني هذه الصورة إحنا النسبة الكلامين كل إيش ناله، وشوف النسبة حتى أنت تدفعها هي ما يعني تمام ضالها، هي ضالها النسبة. ممكن يكون نتيجة إلى قبولها دور معين، لكن مو الكل، ما نقدر نعمم هذا في إيه؟ من هذا المرأة هي السبب أحيانا، هذا الرد لا نعمم أحيانا، لازم مهم، لأن ليش إذا إحنا عممنا أنا وإنتين وكل طرف تصبح يتبرمج بها العقل اللاواعي ونقبلها كواقع، وهي مو واقع. في ناس يبغون يتدربون برا، ومو كل امرأة تحمل وتولد، في امرأة ما عندها التزام عائلي، ما عندها او مو في سن الالتزام، ممكن مثلا اني في مرحلة من المراحل، لكن تجاوزت هذه المرحلة، انا مستعدة حاليا الى اي تطور مثلا مهني او وظيفي. يعني قصدي لا نعمم على المرأة بكل اشكال، لان المرأة لها اوضاع مختلفة. ف
أعطوها الفرصة بعدين هي إذا رفضت هذا شيء ثاني. أي بس لا نعمم لا نقع. التعميم ظلم، التعميم ظلم، نوع من أنواع الظلم والانتهاك، لأن نقيس على كل الناس ونحطهم على مقياس واحد وهذا مو حقيقي. بس عن التحرش بعيد عن الأعين وصعب توثيقه وفي آليات، حتى لما نوفر بيئة عمل شفافة وممكن ما بنقلص فرص أي مريض، لأن أنتوا تعرفون أن المتحرش جنسيا هو مريض نفسي، نوع من المرض النفسي، مو لا عاطفة ولا حاجة ولا أي شيء، هي مجرد مشكلة أو استضعاف لطرف، يعني لما يشعر أنه قوي أقوى منها، فبعد نرجع أن المرأة القوية المتعلمة الواعية، ولكن ممكن يحدث نقلص الفرص، احنا بإمكاننا نقلص المساحة لكن ننهي تماما، ربما ما أدري، كل إنسان يقدر على كل شيء. أشكر لكم هالتفاعل بالأسئلة وأعطي المجال إلى أختي أمينة للإجابة. بالنسبة بس عندي نقطة حول خريجين علم الاجتماع، بالأمس يعني كنا حاضرين ورشة من تنظيم الاتحاد النسائي واتحاد نقابات العمال، وكان حاضر مندوب من تمكين الجهات الرسمية ومن وزارة العمل، وكانوا حاضرين العاطلات عن العمل وأكثرهم خريجات علم الاجتماع. الصراحة يعني يتكلمون بحرقة، يعني الصراحة يعني صار لهم أكثر من 10 سنوات وعندهم شهاداتهم الجامعية وهاي، ونتعاطف وياهم أشد التعاطف لدرجة يعني حتى مسؤول، وكان منطقهم هم يتكلمون ويدافعون عن نفسهم عن حقهم، منطقهم راقي الصراحة، لدرجة أن مندوب تمكين قال لهم الصراحة وأنا أستمع لكم يمكن تتكلمون أفضل من دكاترة عندهم يحملون شهادات الدكتوراه بالمنطق مالكم، فهم جديرين بالعمل وعلم الاجتماع مو معناته يعني 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 مثلا خلينا نقول الحين سجين الراي فيها البلد مثلا، هل هو صحيح يكون هناك؟ صحيح يكون معتقل؟ أكيد لا. من كذي يعني بعد علم خريجين علم الاجتماع، خريجات علم الاجتماع في بيئة ثانية يكون لهم مثل ما قالت الأستاذة رباب مكانة ثانية يعني، وتخصص إبداعي وجميل ولا يعني عطاء، ويمكن نربطها حتى برياض الأطفال، يعني خريجين العلم الاجتماع جديرين بالعمل في رياض الأطفال، يعني ممكن تكون التنشئة سليمة وغيرها، نعطي المجال لتحسين الروابط. اي صح نرجع إلى آخر سؤال سألته الأخت. أولا لازم تعرفين بالضبط أن دور النقابة هي التوعية والتواصل، إحنا مهم عندنا مسألة التوعية للعاملات حقوقهم العمالية أنه يكون عمل لائق وعقد عمل وتأمين اجتماعي متواصل طول السنة، ولائحة نظام ثابتة تضمن حقوقهم غير مجحفة حتى في جميع الإجازات. نقدم الاستشارات للعاملات ومتابعة معلومات التاريخية في نظام التأمين الاجتماعي، ونتواصل مع وزارة العمل والتربية من أجل حل قضاياهم وفق القانون للقطاع الأهلي لا غير. والاتحاد العام هي جهة عمالية لها كيانها القانوني، تمثل العمال أمام الجهات الرسمية داخل وخارج البلاد، وليس سلطة تشريع ولا سلطة تنفيذ. هل تفضلتين في أن الطفل يكون يندرج تحت سن 3 سنوات؟ إحنا مثل ما تفضلت ليش إحنا دورنا بس هذا التصرف، ودور الاتحاد هذا التصرف. يمكن يصير في التباس عند بعض الجماعة لما يكونون يأخذون أدوار ثانية في جمعيات أو في اتحادات، فهذا صاير لبس حتى في المجتمع. أني لما مسكت هذا القطاع الغير منظم، اقتصاد غير منظم، مو من يعني على قولتهم إن وهمية جاية، لا،
بعد المعاناة إلى أزيد من ربع قرن، ولا زلت أواصل في هذا النضال العماني إلى التعليم. يمكن يعرفني الدكتور غريب عوض من شديد من دخل سألت عنه، لأنه شبه يومي في وزارة التربية، كان أنا ذاك أيام التوظيف، وهو اللي يرشدني إلى الطريق السليم، وشاكر له هذا التصرف اللي كان أنا ذاك يعمل فيه. السؤال الثاني اللي كان في تحسين الإجور، إحنا مجموعة كبيرة وشريحة من النساء في هذا القطاع، يعني لا يوجد عندنا رجال يعمل تحت مظلة هذا القطاع، معظمهم مؤهلين وذات خبرة لا تقل عن 7 أو 10 سنوات، لكون هذا القطاع فيه تحفظات من ناحية العرق الديني. هل تم تعديل الإجور مثل ما تفضل؟ طبعا الإجور في تدنيها لم تتعدل، وإذا كانت صاحبة المؤسسة تسعى إلى رفع الأجر العاملة هنا بشروط مجحفة مستحيل ترفع أجرها، من ضمنها زيادة الطاقة الاستيعابية، لما بتجي ترجع زيد الراتب إليها خلال السنة، ومن يزيدون من؟ طبعا يزيدون من ترسم السياسة مع رب العمل على العمال، مستحيل، وديلين كلهم أهل في بعضهم بعض. ليش إحنا دخلنا المجلس الأعلى للمرأة بكون اهتمام الكبير والفعال إلى المرأة، ودخلنا وزارة العمل مختصة بتعديل الإجور وسن تشريع إذا يكون إليهم قانون معين، وزارة التربية والتعليم مجرد إشراف فني وإداري لا غير، ليس لها تدخل في الأجر. التدخل في الأجر هو المستثمر نفسه لما يروح لوزارة التربية ووافق على جميع الشروط، إذا كانت الشروط افتراضية عليه أو إذا كانت مجحفة بصير في حق العاملة، عقب ما يحصل على جميع الوثائق الرسمية ابتدى هني يتصرف بتصرفات مع ولي الأمر في رفع رسوم الشهري إلى الطفل، ومع العاملة في إعطائها الأجر المتدني، عند فقط إلى أجار العقار اللي يرتفع ل 1400 و1500، والحق العاملة يصير مجحف في إعطائها الأجر. سعينا واجد إلى وزارة العمل، وزارة العمل بس إليها على قولتهم دراسة لا غير، كلها دراسات وإحصائيات، وإنما دراسة اقتصاد المؤسسة يرجع إلى المستثمر نفسه، يترك النشاط أو يواصل بهذه التصرفات المجحفة في حقوق أي إنسانة موجودة في هذا البلد. في سؤال بعد ما رديت عليه؟ لا، يعني الكلام اللي قلته معناته رواتب العاملات اللي يكونوا يشتغلون في القطاع الزيت يسمونه بالنسبه حق رياضه، يعني الرواتب ما بتتغير، يعني ما في شيء، ما في باور على المسؤول، ما في لا وزاره العمل ولا انتم كنقابه تاخذوا موقف مبادر. يعني استمعنا قبل، تكلمت الأستاذة عن قرار وزير العمل بزيادة الرواتب مال الإجور مال عاملات رياض الأطفال من 2019 بيتم تعديلهم، وهذه بعد مع المجلس الأعلى للمرأة، ووقعوا مذكرة تفاهم ومع تمكين، بالتعاون مع تمكين، هذه نتيجة جهود ونضالهم وطلبات، يعني النقابة الرياض برئاسة الأستاذة أمينة، وبعد مطالباتنا احنا مطالبات المجتمع المدني تحسين أوضاع عاملات الرياض. ان شاء الله نأمل خير يعني من 2019. شكرا، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا على تفاعلكم، ونلقاكم ان شاء الله في لقاء ثاني.